إذن على بركة الله مشاهدين الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من هنا من شاطئ بيكيني. هذا شاطئ بيكيني المعروف هنا منطقة ما بين عين السبع والمحمدية، بالقرب من يعني تفوت النحلة. الناس اللي كيعرفوا هذه المنطقة هذه هنايا، هنا قبل ساعتين من الآن أو ساعة ونصف، أكثر من ساعة ونصف، لأنه تقريبا واحد ساعتين ديال المكانة هذه باش هزوا هذا الغريق اللي لقاوه هنا في هذا الصخر اللي كتشوفوه هنا معايا في شاطئ بيكيني. هذا هو شاطئ بيكيني كما قلت، لاحظوا معايا هذا الغريق اللي غرق بالامس، غرق بالامس. الله يرحمه، الله يرحمه، الله يصبر الاهل ديالو، العزاء ديالنا في هذا السيد هذا اللي توفى هنايا كما قلت هنا بنواحي ديال المحمديه هنا. وسبحان الله شاءت الاقدار انه البحر يرميه هنا في هذا الصخر هذا، هذا الصخر هذا اليوم، لانه في حركه ديال المد البحر. لاحظوا معايا البحر تالي كان طالع، انا غادي نعطيكم الصوره، شوفوا معايا البحر في كان طالع، هو شوفوا البحر في كان طالع، يعني واحد المسافه في حركه ديال المد، يعني في حركه ديال المد. فالجوته ديال هاد الشخص هذا الله يرحمه تحطات فوق الصخر، يعني بقى فوق الصخر. فالوقت اللي جات الحركه ديال الجزر، الوقت اللي البحر هرب كما كنقولوا بالدارجه المغربيه، بقات الجثه ديال السيد فوق الصخر. بعض الاشخاص اللي كانوا هنا من الناس اللي كيجيو لهاد المنطقه هادي، كاينين فيهم الصياده، خصوصا هاد الصياده هما اللي كيطلعوا هنا لهاد المناطق هادي بالكسبات ديالهم، كما هو الشان بالنسبه لواحد الصياده. هو ربما غتشوفوا معنا واحد الصياده هما شاعلين الضواو، لاحظوا هاهو شوفوا معايا، هاد الصياده هما اللي كيطلعوا هنا كما قلت. هاهو لاحظوا معايا هذا الصياد اخر كما قلت، هاد الناس هادو هما اللي شافوا ديك الجثه، فعلى الفور بلغوا المسؤولين هنا في المنطقه، وبالفعل تفاعلوا وجاو، جات الوقايه المدنيه، دخلوا كذلك السلطات هنا لهاد المنطقه هادي، وتم نقل ديال هاد الشخص هذا الله يرحمه برحمه الله. مرة أخرى كنقولوا إنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، ماشي هذا هو مربط الفرس كما كنقولوا، يعني أكيد الحرقة ديال هاد السيد هذا ما غيحسوا بها إلا العائلة ديالو والحباب ديالو، ولكن يعني اليوم، اليوم تقريبا هاد فصل الصيف، هاد فصل الصيف هذا تقريبا سجلنا واحد العدد هائل ديال الوفيات في الشواطئ. غادي نتكلموا على مستوى مدينه الدار البيضاء، على مستوى مدينه الدار البيضاء، حنا كقناه الشعب قناه شوف تيفي، يعني مرات ومرات خدينا هاد الحالات ديال الغرق اللي كيغرقوا فيها ناس، في بعض الاحيان كيغرقوا جماعه، وبعض الاحيان كيغرقوا فراده كما كنقولوا، بحال كما هو شان الاشخاص اللي خرجوا اليوم في واد مرزق الله يرحمهم حتى هما، يعني بالامس خرج واحد، اليوم خرج داك الشخص الله يرحمه حتى هو اللي كان باغي يعتق هذاك الوليد اللي عنده 13 عام الله يرحمه، باقي شخص في عداد المفقودين باقي ما خرجش. يعني اول امس كذلك الغرق، قبل ذلك هنا في هذه المنطقه هذه هنا غير بعيد على هذه المنطقه اللي كنتكلموا فيها هنا، يعني عدد كبير ديال الغرقة اللي غرقوا هنا في هذه الشواطئ. هاد المساله واش ما كتخليناش نفتحوا واحد قوس ونقولوا اشنو السبب، اشنو السبب، ما كتخليناش نتسائلوا كيفاش نحدوا من هذه القضيه ديال الوفيات اللي كيغرقوا في البحر. هما راه كاين اللي غيقول لي قضاء وقدر، انا معاك ما نتكلموش على هذه المساله، حنا قضاء وقدر، ايه قضاء وقدر، ولكن كاين شي حاجه يعني سبحان الله العظيم
كتاخذ بالاسباب كما كنقول، كتاخذ انت بالاسباب. عقلها هو توكل كما كنقول، عقلها هو توكل. كاين شي حوايج كما كنقولوا كتاخذ بهم الاسباب، بحال مثلا ملي كتصيفط اطفال مراهقين كتصيفطهم للبحر، اولا ملي كتصيفطو كتصيفطو مع شي واحد، حتى هو مثلا كتصيفط دري صغير مثلا عنده واحد 10 سنوات 9 سنوات او 12 سنه او 13 سنه، كتصيفطو مع الشاب اللي حتى هو كما كنقولوا باقي مراهق، عنده 22 عام 23 عام 24 عام باقي. حنا دائما هاد المساله باش ما الناس ما يعلقوش على هذا الشيء اللي كنقولوا حنا، حيت كاين اللي كيقول غير ديك ويل للمصلين ما كيكملش الايه. حنا ما كنتكلموش قضاء وقدر، خوينا راسنا منها وقلنا مسلمين بها قضاء وقدر، ولكن كما قلنا كاين شي حاجه سميتها الوقايه. الوقايه واش دابا ملي كتصيفط مثلا وليداتك مثلا كما قلنا مع مراهق، هنا راه ارتكبتي خطا. ملي كتكون جالس مع وليداتك وكيبان لك ولدك غادي كيزعم وكتبقى مريح كتضرب في الدلاع اولا كتبقى مريح فهمتيني كدير شي حاجه اخرى، راه هنا تتا راه عندك واحد الوزر، تتا راه عندك واحد النصيب من ديك اللامبالاه، لانه خاصك تنوض ملي كيبان لك ولدك. واخا تقول لي تبارك الله بعقله، كيبان لك غادي كيدخل شويه اولا كيدير شي حركات اللي فيهم الزعامه كما كنقولوا، فخاصك تدخل في هذيك اللحظه سواء اب او ام، كتدخل في هذيك اللحظه او اخ او المهم واحد الانسان اللي بالغ كما كنقولوا، انسان عاقل، كتدخل وكتقدر تستعمل معاه بزاف الامور كاع باش يخرج في حالاته. كاين العديد من الامور كما قلنا، كاين ما تخلوش الناس يمشوا بوحدهم، ما كاين شي امور، لانه هاد الفواجع اللي ولينا كنشوفوا بكل صراحه هادشي كيألم كيضر في الخاطر وحق الله العظيم. هو كما قلنا اليوم لاحظوا هنا في هاد المنطقه اللي فيها هاد البيلات هنا في كتشوفوا، هنا فين خرج هذاك السيد الله يرحمه، الله يرحمه برحمه الله الواسعه يا رب العالمين. ومره اخرى كما قلنا كندقوا ناخذ خطر هاد الغرقه اللي غرقوا هاد الصيف هذا، راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نتمنى والله يحد الباس، تكون هذه اخر الاحزان. مره اخرى كنترحموا على دوك الناس اللي توفوا، لانه كيقولك بانه الحريق والغريق والهدم يعني اللي رابت عليه او اللي غرق في البحر او الحريق والله اعلم، كيقولوا بانه كيكون شهيد والله اعلم، نحسبهم عند الله شهداء هادشي اللي كاين. اذا خوتي المغاربه غادي نقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعه، القاكم في بث مباشر اخر، كان معكم في التعليق من هنا من شاطئ بيكيني مصطفى القرناوي من طاقم شوف تي في، يحييكم والى اللقاء.